السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الكفاءة الحرارية كنا اتكلمنا عنها ان هي عبارة عن الشغل على الحرارة المضافة من خلال الوقود، وقلنا ان الشغل ده ما هو الا ال Qin ناقص ال Qout، ده ما نقسم على ال Qin، فاقدر اقول انها Qin على Qin ناقص Qout على Qin، او 1 ناقص Qout على Qin. لو شلنا كل ال Q دلوقتي وعوضنا عنها بقيمتها من خلال المعادلة بتاعة ال MCV دلتا T، MCV دلتا T بتاعتها، ونفس الكلام تحت. وبعدين خدنا ال M وال CV طارت في الوسط والمقام مع بعض، هيتبقى لنا الشكل ده. لو قسمنا على T واحد، أو خدنا T واحد عامل مشترك، هيبقى هنا في T واحد وهنا في تحت تي اتنين، يعني ناخد في البسط تي واحد عامل مشترك، وفي المقام هناخد تي اتنين عامل مشترك. بعد كده دي العلاقة اللي تربط التي واحد والتي اتنين والفي اتنين والفي واحد أو الار في. نفس الكلام بالنسبة من تلاتة لأربعة، هنقدر نلاقي في الآخر خالص إن الكفاءة الحرارية لدورة أوتو، دورة أوتو دي اللي بتشتغل في محركات البنزين واللي الاحتراق فيها بيتم عند ثبات او اضافة الحرارة بتتم عند ثبات الحجم. الايتا بتساوي واحد ناقص واحد على الار اللي هي ار سي او نسبة الانضغاط اس كي ناقص واحد. دي كده الكفاءة بتاعت دورة اوتو. طبعا نفهم ان هي واحد ناقص حاجة، معنى كده ان هي هتبقى اقل من الواحد الصحيح طبعا. طيب لو جينا نبص على العلاقة ما بين نسبة الانضغاط والكفاءة الحرارية لدورة أوتو، هنلاقي إن أنا كل ما أزود نسبة الانضغاط كل ما الكفاءة عندي الحرارية بتزيد. طيب الزيادة في الجزء ده هنلاقي إن هي زيادة أسرع، هنا بدأت الزيادة تبقى أقل وأقل وأقل وهكذا، فالزيادة بتكون أكبر في الضغوط المنخفضة، بعد كده الزيادة دي بتبدأ في الايه في النقصان. طيب لو انا معنى كده ان انا ازود بقى، ما ايه المشكلة ان انا اخلي المحرك بدل ما هو بيشتغل من 8 ل 11 او ل 12، ان انا ازود مثلا اخليها 24 نسبة انضغاط او 28، مادام ده بيزود الكفاءة. لا، هنلاقي ان في عندي مشكلة ان انا لو زودت نسبة الانضغاط زيادة عن اللزوم او اعلى من الليفل ده، اللي هيحصل ان المخلوط الهواء والوقود درجة حرارته هترتفع جدا لدرجة ان هو ممكن يشتعل يشتعل ذاتيا. يبقى ممكن لو انا زودت نسبة الانضغاط يحصل اشتعال ذاتي او اوتو اجنيشن للخليط اللي هو من الهواء والوقود، لان انا عارف ان ده محرك بنزين، فانا ببقى عامل في شوط السحب من خلال الكربراتير مخلوط من الهواء والبنزين. فالمخلوط ده لما ينضغط في شوط الضغط بنسبة انضغاط عالية جدا، فدرجة الحرارة هتعلى جدا، فهيحصل احتراق مبكر، وبالتالي هيعمل ظاهرة اسمها ظاهرة الايه الخبط، ودي هتساعد في تلف المحرك وانخفاض الكفاءة بتاعته. طيب الايتا ثيرمال دي او الكفاءة الحرارية دي بتبقى في حدود كام؟ هنلاقي ان هي في حدود من 25 ل 30 في محركات البنزين. يبقى معنى كده ان انا 25% فقط من الطاقة بتاعت الوقود بستخدمها كقدرة أو بستفيد منها، وال75% بيضيعوا بقى مع العادم، وبيضيعوا في الاحتكاك، بيضيعوا في دورة التبريد وما إلى ذلك. في مجموعة من الأمثلة طبعا هناخدها في العملي. النوع التاني من الدورات هي ديزل سايكل. يبقى قلنا اوتو سايكل ده في محركات البنزين، ديزل سايكل دي اللي بتبقى في محركات الديزل، ودي طبعا تيمنا باسم العالم رادولف ديزل من 1858 ل 1913، والدورة اتسميت باسمه، وكمان المحرك نفسه اتسمى على اسمه يعني. طيب دورة ديزل بقى الفرق بينها، اولا الاشتعال هنا بيبقى نتيجة الايه الانضغاط، الضغط بيعلى فدرجة حرارة الهواء بتعلى، فلما الوقود بيتحقن بيحصل احتراق ذاتي للوقود.
طيب يبقى في عندنا دلوقتي في احد الاختلافات في بين محركات البنزين والديزل كيفية حدوث الاشتعال، هنا بالسبارك بلاج او الكتريك سبارك شرارة كهربية، وهنا الحرارة الناتجة عن الانضغاط. يبقى عندنا مخلوط الهواء في محركات البنزين بسحب مخلوط، في الديزل بسحب هواء فقط، اللي سواء المخلوط او الهواء بينضغطه. المخلوط درجة حرارته بتكون أقل من الاشتعال الذاتي، فهتحصل شرارة كهربية تعمل الاحتراق. في البنزين في الديزل الهواء هو اللي هينضغط لوحده، فعادي جدا إن أنا أعلي الضغط فهتبقى أعلى من درجة حرارة الاشتعال. نحط هنا لام الاشتعال الذاتي، وبتحقن الوقود يتلامس مع الهواء يحصل الايه الاحتراق. طيب يبقى نفس الكلام اللي احنا قلناه، هنستبدل السبارك بلاج او الشرارة الكهربية بايه بفيول انجكتور. هنا طبعا دي هتبقى محتاجة مضخة حقن، ده هيبقى محتاج دورة كهرباء اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، اللي هي البطارية والمبينة وقطع الشرارة اللي هو والإسبراتير، كل الحاجات دي كلها هتبقى موجودة في البنزين بس عشان توصل الكهرباء للشرارة الكهربية، وهتتشال خالص من الديزل لأن ملهاش لازمة، وهيتحط مكانها الفيول انجكتور والبمب. طيب وطبعا النقطة التانية ان هنا بيتم ضغط هواء فقط، انما هنا بضغط هواء وبنزين. وبناء عليه احنا كنا لسه قايلين من شوية ان نسبة الانضغاط في اوتو والكفاءة كل ما نسبة الانضغاط بتزيد كل ما الكفاءة بتزيد، وما كنتش اقدر ازودها ليه هناك، هنا بقى اقدر ازود براحتي، هنا اقدر ازود نسبة الانضغاط وبالتالي هزود الايه الكفاءة الحرارية لدورة ديزل. طيب محركات الديزل ماشي، قلنا ان احنا ممكن بقى نزود نسبة الانضغاط لحد ما توصل لايه ل 24 الى 1، لان انا هنا مش هحتاج يعني مش هتقص يعني الاشتعال المبكر مش هيحصل لان اللي بينضغط هواء فقط. طيب دورة ديزل بنقول انها كمان بتختلف عن دورة اوتو، هنا كنا بنقول البي في دايجرام، البي في دايجرام كنا بنقول ان الكيو ان والكيو اوت بيتم عند ثبات الحجم، وقلنا ليه ثبات الحجم هناك لان المخلوط بيشتعل كله مرة واحدة وبعد كده يبدأ عملية التمدد، فكأني ضفت الحرارة كلها عند ثبات الحجم. هنا بقى بنقول في ديزل لا، بنقول ان الحرارة بتضاف عند ثبات الضغط، فالكيرف بيبقى كده، خط هنا افقي والكيو اوت بتبقى رأسي، وبعدين التمدد والانضغاط. فهنا الكيو ان اللي هنخليها لون احمر مثلا، اللون الاحمر ده او الكيو ان بتبقى عند ثبات الضغط، والكيو اوت عند ثبات الحجم. ليه بقى بنقول ان الكيو ان هنا عند ثبات الضغط؟ اللي هيحصل ان انا دلوقتي ضاغط هواء بس في الاسطوانة دي، طيب الهواء ده ضغط وصل لاقصى نقطة اقدر اوصلها اللي هي ايه اللي هي التوب ديد سنتر. طيب بعد ما وصلت للتوب ديد سنتر المحطوط هنا كده هو الايه الهواء الساخن. طيب الرشاش هيبدأ يدخل الوقود، هل يقدر يحقن الوقود كله مرة واحدة؟ يعني انت مثلا شوف كده حقنة، لو حد بيدي حقن او حاجة، هل ينفع حد يروح جاي ضاغط مرة واحدة فيدخل الشحنة كلها مرة واحدة؟ ايا كان الثقب الصغير ده له تصرف، التصرف ده هيتحكم في الزمن اللازم لحقن ايه كمية الوقود، فاللي هيحصل ان انا هحقن الوقود ده خلال فترة زمنية. فاول او يعني مثلا هنفترض مثلا ان هو هيتحقن على 4 دفعات 4 ثواني. طيب الثانية طبعا هو مش 4 ثواني، ده هي كلها اجزاء من الثانية، بس مثلا ايه يعني هنقسم الاجزاء من الثانية دي لـ4 تربع، يعني مثلا
أول جزء كمية صغيرة من العقود أو 25% من العقود حقن، هيتلامس مع الهواء السخن، هيحترق، هيحصل تمدد، المكبس هيبدأ ينزل لأسفل. المكبس نزل يعني الحجم زاد، يعني الضغط بدأ يقل. الضغط لسه هيبدأ يقل، هيكون الرشاش بيحقن الكمية التانية. الرشاش حقن الكمية التانية، هتلاقي الهواء سخن، هتشتعل، هترفع الضغط مرة تانية، ويبدأ يحصل تمدد، تكون الشحنة الجديدة أو الجزء اللي بعد كده دخل احترق، وهكذا. يعني المكبس نازل ولسه الرشاش بيحقن ولسه الضغط بيزيد، فالمكبس نازل بيقلل الضغط، والرشاش بيحقن بيرفع الضغط، فكأن الضغط ثابت. فاحنا بنقول ان هنا اضافة الحرارة للمنظومة بتتم عند ثبات الضغط. ليه؟ لان اول كمية بتدخل بتحترق، بتبدأ تعمل تمدد، فالضغط لما يجي يبدأ ينخفض، هيكون جزء جديد من الوقود بدأ يتحقن، يحافظ على الايه الضغط مرة تانية لنفس المستوى بتاعه. فالدورة في الحالة دي هتكون شكلها كالتالي. ادي يبقى الاختلاف الوحيد، بدل ما كان عندي خط زي الاحمر اللي انا برسمه دلوقتي ده في دورة اوتو، لا هنا عند ثبات الايه الحجم اللي الضغط اسف في دورة ديزل. يبقى العمليات ايزنتروبيك كومبريشن زي اللي هناك، ايزنتروبيك اكسبانشن زي اللي هناك، كيو اوت عند ثبات الحجم زي اللي هناك. الاختلاف الوحيد هو الكيو ان عند ثبات الضغط، على عكس هناك كان عند ثبات الحجم. طيب في عندنا هنا برضو اللي هي النقطة الميتة العليا، وفي هنا النقطة الميتة السفلى، وبرضو الفي واحد بتساوي أربعة، وبرضو طبعا هنا ما ينفعش أقول إن الفي اتنين بتساوي تلاتة. طيب ففي هنا نسبتين للإيه للحجم. هناك كنا بنقول ان في واحد على في اتنين بتساوي، هنكتبها بالابيض فوق هنا كده نفتكرها، الفي واحد على في اتنين بتساوي في اربعة على في تلاتة، ده الكلام ده هناك، في اربعة على في تلاتة بتساوي الار في او الكونفرجن ريشيو، اللي هي نسبة الايه نسبة الانضغاط، خليها مثلا ار في. طيب هنا بقى، هنا لا هنا في النسبتين نفس الكلام، ينطبق اللي هي الجزء الاولاني خالص ده، اللي هو هناخد العلم بس، اللي هو عادي جدا ان الفي واحد على الفي اتنين هي الار في او ار بس اللي هي نسبة الانضغاط. طيب في اتنين على في تلاتة، لا دي بقى هيبقى لها اسم تاني هنقوله دلوقتي، ده هيبقى اسمها الكات اوف ريشيو. الكات اوف ريشيو، كات اوف ريشيو. يعني ايه الكات اوف ريشيو دي؟ دي عبارة عن النسبة بين الحجمين اللي بيتم خلالهم حقن الوقود، يعني كأنها نسبة بين الحجمين اللي بيحصل عندهم حقن للايه للوقود. طيب لو جينا نبص على التي اس دايجرام، نفس الكلام، من واحد اتنين دي ايزنتروبيك، فالايزنتروبي الانتروبي ثابت، ومن أربعة من تلاتة لأربعة برضو كلام الانتروبي ثابت، بس هناك كان هنا في كونستانت وهنا في كونستانت، هنا لأ البي هي اللي كونستانت وتحت الفي كونستانت عادي. العملية من واحد لاتنين زي هناك بالظبط، من اتنين لتلاتة بس هي اللي هتختلف. بدل ما كنت هناك بقول
ان الحرارة بتضاف عند ثبات الحجم، ف ام سي في دلتا تي هنا هيبقى لأ، هتبقى ام سي بي دلتا تي، ام سي بي دلتا تي دي لو هي الكيو كابيتال، او لو هي سبيسيفيك هيت هتبقى سي بي دلتا تي بس. طيب الكيو اوت زي هناك عادي جدا. الكفاءة بتاعت الديزل بنقول ان هي عبارة عن الورك على الكيو اد، الكيو اد من 2 لـ 3 يعني، وبالتالي بتساوي اللي هي الكيو ان ناقص الكيو اوت على الكيو ان، او 1 ناقص الكيو ان على الكيو اوت. هنخلي ان هنا واحدة فيهم فيها ام سي بي والتانية فيها ام سي في، عشان بيضاف ان عند ثبات الضغط واوت عند ثبات الحجم. يبقى بالتعويض هيبقى 1 ناقص 1 على ك مضروبين في الكلام ده كله. من العلاقات دي هقدر ال ار سي اللي هي الكات اوف ريشيو اللي احنا قلنا عليها، اللي هي عبارة عن حجم السلندر افتر كومباشن، يعني حجمها بعد حدوث الاحتراق ناقص على حجمها قبل حدوث الاحتراق، الاحتراق الكامل لشوية الوقود يعني اللي هيتحمى. يبقى الكات اوف ريشيو عبارة عن النسبة بين حجم الاسطوانة بعد حدوث الاحتراق او الاشتعال على حجم الاسطوانة قبل حدوث الاشتعال، هي الفي 3 على الفي 2 او النيو 3 على النيو 2 لو احنا بنتكلم على السبيسيفيك. دي كلها علاقات بتربط بقى تي 2 وتي 1 وتي 3 وتي 4 وصولا الى القاعدة النهائية ان الايتا سيرمال بيساوي 1 ناقص 1 على الار اس كيو ناقص 1. الله، ما ده نفس اللي كان هناك فوقته، الاختلاف هو الوحيد في القوس اللي هو الايه، القوس اللي احنا بنعمله باللون الاحمر ده، القوس الاحمر ده هو اللي اتضاف ليا اللي هو ار سي اللي هي الكات اوف ريشيو اس كي ناقص 1، مش اس كي ناقص 1 لا، الار سي اس كي لوحدها وبعدين ناقص 1 على كي بين قوسين ار سي ناقص 1. القوس ده بيخلي الكفاءة بتاعتي اقل من دورة اوتو. ده لو ايه، ده لو عند نفس نسبة الانضغاط، عشان هنخلي بالنا من الحتة دي كويس، ان في العادي ان الكفاءة الحرارية لدورة ديزل اعلى، ده الطبيعي يعني، الطبيعي ان الكفاءة الحرارية لدورة ديزل اعلى. ليه؟ عشان انا بعرف ازود نسبة الانضغاط. اما لو انا هقارن بين محركين لهم نفس نسبة الانضغاط، ففي الحالة دي الجزء ده بيزود القيمة بتاعت الحتة اللي هنخليها باللون الأخضر اللي هو الجزء المطروح من الواحد ده، كل ده كده هيزيد بزيادة الجزء ده، القوس الجديد اللي أنا ضفته ده عشان دورة ديزل لما يزيد هيزود لي الجزء ده كله، وده كله طبعا لما يزيد هيبقى ناقص 1 حاجة أعلى، يبقى القيمة هتكون أقل. فلو عند نفس نسبة الانضغاط محركات أوتو هيبقى كفاءتها أعلى، أما في الطبيعة لأن محرك الديزل نسبة الانضغاط بتاعته عالية ومحرك البنزين نسبة انضغاطه منخفضة، فده بيبقى الكفاءة بتاعة الديزل أعلى من أوتو. هنشوف الكلام دوت في الرسمة هنا. هنا بيقول لو احنا جينا نبص عند مثلا، خليها باللون الأزرق، خدنا خط اللي هو نفس نسبة الانضغاط اللي هي 10 مثلا، النسبة الاوتو الار سي او الكات اوف ريشيو كأنها 1. ليه؟ لأن الاحتراق بيتم او الاشتعال بيتم في لحظة واحدة، مجرد ما الشرارة تتعمل الاحتراق كله هيتم مرة واحدة، فالار سي بواحد. طب لو الار سي خليناها رقم بتساوي 2، هتلاقي الكفاءة نزلت بين 6 من 6 من 10 ل 5 من 10. طب لو الار سي خليت 3 هيبقى 4 من 10، لو خليت 4 35 من 100،
يبقى كل ما هزود الار سي كل ما الكفاءة هتقل عند نفس نسبة الايه الانضغاط. طيب لو احنا جينا بقى نبص على ان انا مش هعرف ازود المحرك عن محرك اوتو عن 10، من 10 من 8 ل 12 مثلا، طيب هنلاقي ان هنا لو انا خدت خط زي كده لو جينا نشوف عندنا مثلا عند ار سي بتساوي عند نسبة انضغاط بتساوي 8 مثلا، هلاقي ان محرك البنزين كفاءته مثلا 55 من 100. طيب عند نسبة حقن او نسبة ضغط 23، هلاقي ان محرك ديزل الار سي بتاعته 2 او حتى التلاتة، الاتنين دول هيبقى الكفاءة بتاعتهم اعلى منه. فبنقول الطبيعي لو نسبة الانضغاط مش واحدة ان محركات الديزل كفاءتها اعلى عشان نسبة الانضغاط بتاعتها اعلى. اما لو هقارن عند نفس نسبة الانضغاط محركات الديزل هي اللي هتكون اعلى في نسبة الايه في الكفاءة الحرارية. يبقى الكفاءة الحرارية عند نفس نسبة الانضغاط هيبقى الاوتو اعلى، اما في الطبيعي لو انا افترضت يعني ان في اختلاف في نسبة الانضغاط فنسبة الانضغاط في الديزل اعلى فالكفاءة ايه اعلى. اتمنى الكلام يكون واضح ومفهوم. لو في اي حاجة ممكن نبقى نناقش فيها في المحاضرة، ونشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.